اليوم الكابينة الوزارية جميعها في مدينة الموصل في هذه المحافظة، محافظة نينوى العزيزة، يأتيها السيد رئيس مجلس الوزراء للمرة الثانية خلال عهد هذه الحكومة ليبين مدى اهتمام هذه الحكومة بهذه المحافظة. المحافظة كما هو معروف تعرضت إلى نكبات عديدة جراء العمليات الإرهابية، جراء عمليات داعش الإرهابي، ولذلك هي تحظى بأهمية وأولوية في مشاريع هذه الحكومة وفي رعايتها وعنايتها. المرة الثانية اليوم نعقد مجلس الوزراء في سد الموصل تحديدا بتخطيط من وزارة الموارد المائية منذ مدة، وها نحن اليوم في هذا السد نجتمع لنتناقش ونتحاور في جملة من القرارات التي تخص هذه المحافظة. لكن بدءا دعوني أبين حدثا يتعلق بمسألة دعوة سوريا إلى المؤتمر المزمع عقده في نهاية هذا الشهر، مؤتمر القمة. تداولت وسائل الإعلام خبرا مفاده أن الحكومة العراقية دعت سوريا إلى هذا المؤتمر. نود أن ننفي هذا الخبر، وأن الحكومة العراقية تعد سوريا دولة جارة لنا، علاقات مميزة معها وأساسية ومهمة. نعود الآن إلى مقررات الاجتماع. هذا الاجتماع تناول مجموعة من القضايا التي تخص هذه المحافظة والتي تتعلق بجملة من القرارات الاقتصادية. أولها لعلنا نسلط الضوء على قرار إطلاق أرصدة مجمدة. هذه الأرصدة جمدت منذ 2014 في أوان هجوم داعش الإرهابي على المدينة. اليوم قرر مجلس الوزراء أن يطلقها، هذه الأرصدة المجمدة، لكي تنفق على مشاريع استثمارية أساسية خدمة للمدينة. وكذلك هناك تخصيص 4000 دونم، هي القطعة المتبقية من معسكر الغزلاني لكي يقوم عليها مجمع سكني للمدينة. المدينة تضررت كثيراً منذ العام 2014، والحكومة تدبر مجمعات سكنية، واليوم اتخذ قرار بهذا الصدد فيما يتعلق بقطعة الأرض المتبقية من معسكر الغزلاني وقدرها 4000 دونم. هناك أيضا توقف لشركات الصيرفة في المدينة منذ 2014، منذ هجوم داعش على المدينة. اليوم مجلس الوزراء اتخذ قرارا بإعادة العمل لهذه الشركات المهمة، شركات الصيرفة، وضرورتها لإنعاش المدينة اقتصاديا. فيما يتعلق بوزارة الصناعة أيضا هناك قرار وافق فيه مجلس الوزراء على إعادة تأهيل المصانع المعطلة في هذه المحافظة، وهذه المصانع عديدة حقيقة، هي تكتسب أهمية وحيوية اقتصادية للمدينة. كذلك كان هناك قرار بصدد وزارة المالية في أن تصرف تعويضات للعوائل المتضررة من العمليات الإرهابية، تحديدا صرف هذه التعويضات للوجبة الأولى لهذه العوائل. وزارة الثقافة أيضا كان لها نصيب. نحن نعلم أن أثر العمليات الإرهابية أفنت جميع الفنادق في هذه المدينة، ونحن الآن في هيئة السياحة وزارة الثقافة نستعيد العمل على فندقين أساسيين في هذه المدينة، فندق نينوى وفندق الموصل. سنشرع إن شاء الله في هيئة السياحة بالعمل على هذين الفندقين لإعادة تأهيلهما. من القرارات أيضا وزارة الشباب والرياضة حصلت على استثناء لإنجاز مشاريع في البصرة تتعلق بخليجي 25. خليجي 25 بحاجة إلى بنى تحتية كثيرة فيما يتعلق بالفنادق، محطات الاستراحة وغيرها. اليوم وزارة الشباب والرياضة حصلت على هذا الاستثناء لكي تشرع من الآن العمل على هذا الموضوع. فيما يتعلق بوزارة التعليم أيضا كان هناك قرار أو مجموعة من القرارات حقيقة تخص الموصل، هي تعيد الاعتبار للمؤسسات التعليمية في محافظة نينوى، وبالذات تلك المشاريع أو الدعم الذي يتعلق بالمشاريع في تطوير الجامعات، في تطوير بناها التحتية تحديدا، مثل جامعة الموصل وجامعة نينوى
وجامعة التقنية الشمالية وجامعة تل العفار وكذلك جامعة الحمدانية وكذلك دعم المراكز البحثية في جامعة الموصل بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودائرة الصحة، لأن هذه المراكز فيها مراكز طبية تحديدا. هذه غيض من فيض من القرارات الأساسية والمهمة التي اتخذها مجلس الوزراء هذا اليوم في جلسته المنعقدة في سد الموصل. شكرا جزيلا.